قبل رمضان فكرت ان انا اعمل معاهم نشاط. النشاط ده فكرته ان احنا بنقف بلافتات في الشارع بنقول للناس كل سنه وانتم طيبين رمضان كريم. الفكره جات لي ومجرد ما جات لي اقترحت عليهم ده، بعت لهم كلهم رسائل وقلت لهم ايه رايكم يا جماعه. هم كانوا في غايه السعاده جدا، كلهم رحبوا وشجعوني جدا وقالوا خلاص احنا معاك وجهزوا حاجات كتيره معايا، وفوجئت ان هم قاموا بدور كبير جدا، وكان رد فعلهم هو بنسبه 90% اللي حمسني ان انا اطبق الفكره واعملها معاهم وننزل الشارع سوا. وحسيت بقدر من النشاط والحيويه اكتسبته منهم، هم اداني طاقه ايجابيه جميله جدا. نزلنا الشارع وقفنا وقلنا للناس كل سنه وانتم طيبين رمضان كريم. تفاعل الناس كان اكتر من رائع، الناس حبت ده جدا وناس كتيره جدا كانت مبسوطه وقالت لنا يعني احساس رمضان يعني تم بيكم وحسستونا قد ايه فعلا رمضان جميل، وناس كتيره جدا انبسطت من الفكره دي. احنا جايين نبسط الناس ونفرحهم قبل اي حاجه، وعايزين نقول لهم يعني احنا جوانا خير كتير، وعايزين الناس تزور قرايبها اللي ما قابلتهاش بقالها كتير، ويعني كل احنا من ان احنا نبسط الناس وقبل اي حاجه، وان هم يفتكروا يعني ان هم جواهم خير قبل اي حاجه. عايز اقول لكل الناس اللي ماشيين في الشارع كل سنه وانتم طيبين بمناسبه رمضان. عايزين نعمل خير، نضحك الناس، الناس اللي صايمه جاي تعبان من شغل وكده، يعني نخلي الناس مبسوطه ونمشي اليوم حلو. رمضان شهر اصلا شهر العمل، يعني ده يدينا دافع اصلا، دافع اكتر ان احنا نشتغل ونخلص في عملنا. احنا نازلين عشان نفرح الناس ونوزع عليهم الناس اللي ملهاش فطار، احنا نازلين نفطرهم عشان نسعد الناس ورمضان كريم ونبيت ان الناس كلها بتحب بعضها، مفيش فرق لا بين مسلم ولا مسيحي، اهم حاجه ان الناس كلها تحب بعض علشان نشوف الضحكه على وشوش الناس. رمضان لما يجي المفروض ننسى كل احنا زعلانين منه، ومفروض نبدا صفحه جديده مع اي حد. رمضان شهر العمل مش شهر الكسل. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيب. رمضان كريم. فرصه نسامح بعض. We'll be right back.